اهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح، ولو انها حلقه بنكمل بيها حلقه لان الموضوع حسيته كبير ويمكن اكون انا اللي حباه شويتين، فحاسه اني عايزه اقول كل حاجه فيه. بنكمل حلقه دقيق حمص الشام. حمص الشام العادي خالص الناشف ده اهو، اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت، لما بيطحن بيبقى دقيق. برضو اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت انا مخبيه الدقيق اهو هنا. ده الحمص بيتطحن بيبقى الدقيق اللطيف ده. ده بقى بيتعمل بيه حاجات ياما زي ما بيقولوا. بيتعمل بيه، احنا الحلقه اللي فاتت عملنا بيه صنفين لطاف جدا، حطيناه في حاجه شبه التورلي، صنف هندي شبه التورلي، وعملنا بيه قراقيش فرنساوي يعني بتستخدم قوي في فرنسا اسمها سوكا. الحلقه دي مخصصه للأفكار اللي ممكن نستخدم بيها بواقي الحاجة دي لما نجيبها. كتير قوي بنشتري حاجة عشان وصفة شفناها في سفرة ولا شفناها مش عارفة فين، ونعمل الوصفة وننبسط ويبقى كل حاجة تمام، وبعدين يتركن الباقي. يتركن قد إيه؟ يتركن كتير، يتركن لغاية ما ساعات نلاقيه هيسوس، ما بقاش مظبوط، حاجات كده. لازم كل ما نشتري حاجة نشتريها عشان وصفة، بس يبقى عندنا كمان 10 أفكار نستخدم بيها الحاجة دي غير الوصفه اللي احنا جايبينها عشانها. ما ينفعش نجيب حاجه عشان وصفه واحده وتتركن بعد كده. الحلقه دي اعذروني مش هقدم فيها وصفات، هقدم فيها افكار، فلا هنقول انجريدينتس ولا هنقول مقادير ولا هنقول حطي كذا على كذا ولا هنقول لخبطي كذا بكذا، هنقول ده ممكن نعمل بيه كذا، الحمص تعمل بيه كذا كذا كذا، نعمله ازاي ومقاديره وطريقه. حاسه انه كلنا عارفين الوصفات دي، ناخد بس فكره جديده نستخدم بيها بقيه كيس الحمص اللي هنشتريه. اول حاجه ويمكن عشان اسهل حاجه، دي شوربه انا حطاها تغلي، حطاها تغلي على النار. الشوربه انا حطاها تغلي على النار، دي شوربه طماطم، شوربه عاديه خفيفه. احنا دايما بنحط ايه، في طريقتين، نحط شوربة طماطم بالكريمة، أنا زهقت كريمة، أو بنحط دقيق كده الرول أول بنعمله مع معلقة الزبدة أو معلقة السمنة وبنعمل نحط عليه الطماطم وتبقى شوربة طماطم متخنها الدقيق. ولو طلعت خفيفة مننا وحبينا نزود دقيق عشان نتقلها زيادة، نحوس بقى تبقى حوسة. ليه؟ لأن احنا لو حطينا دقيق على مية بتغلي أو شوربة بتغلي زي كده على طول هينزل يبقى كورة يكلكع، عمرنا ما بنقدر نزود دقيق كده. هنقدر نزود دقيق حمص، انا هستعمله من الكيس راسا، هنقدر نزود دقيق حمص بالشكل ده ولا هيكلكع، اهي سخنه وكل حاجه ولا حاجه خالص، هيتخنها وهيحليها وهيديها قيمه غذائيه مضافه، وهقدر ازوده في الاخر في الاول في النص في اي وقت، مش هلاقيه خالص كلكع مني، هيتفرد حلو جدا. شايفين مفيش اي كلاكيع، وهيتخنها وهتبقى لطيفه قوي. ادي اول استخدام. طيب تاني استخدام، بنقلي سمك، ودايما لما بنقلي سمك طبعا بنتبله، كل واحد عنده تتبيلته اللي بيحبها، وبنيجي بعد كده نقلي السمك وبنقليه في الزيت. جربوا المره الجايه لما تقلوا سمك زي ما انا هعمل دلوقتي، جربوا المرة الجاية لما تقلوا سمك زي ما أنا هعمل دلوقتي، تقلوه في دقيق شوية بدقيق حمص. آدي الدقيق العادي. طبعًا إحنا قلنا إحنا مش هندي وصفات، كلنا عارفين بنتبل السمك متبل إزاي، كل واحد حسب رأيه، وكمان إن الدقيق ده عليه أكيد كمون وملح وفلفل، لكن خلينا ناخد الفكرة. شوفوا دقيق الحمص هيعمل إيه جنب الدقيق ده. غير السمكة اللي حطينا لها الدقيق أو دقيق حمص شام أول عن آخر، ممكن نعمله تاني إيه؟
حمص الشام لما بيتحط مع ميه قد الحمص قد الميه مقدار واحد لواحد، بيبقى بديل هايل للبيض. البيض بيربط الحاجه مع بعض. يعني مثلا لما بنيجي نعمل كفته، ساعات اللحمه المفرومه لما تبقى مش لامه على بعض كويس، بنحط عليها بيضه عشان نعجنها تمسك بعض. كذلك في الكيك، كذلك في غيره. الحمص واحد لواحد، حمص لميه، عنده انه يعمل الوظيفه دي، يلم الحاجه على بعضها ويمسكها. فالنباتيين اصدقائنا اللي عايزين يعملوا برجر مثلا، برجر نباتي، هنعمل ايه؟ انا الاول لازم اطفي. شايفين الشوربه هنا تخنق؟ بصوا يا جماعه الشوربه تخنت وبقت ازاي، هطفي عليها. طيب النباتيين لما بيعملوا برجر نباتي بيعملوه بايه؟ بيعملوه بحاجات كتير. عدس اسود، عدس وحمص، حمص يعني منقوع ومفروم زي بتاع اللي عملنا بيه الفلافل، وطبعا كل المنكهات والمطيبات. زي ما قلنا ان احنا الحلقه دي مش حلقه مقادير ووصفات، لكن هي حلقه افكار سريعه. اللي بيحصل بقى لما بنيجي نعمل البرجر النباتي ده، بيحصل ايه؟ بيحصل ان هو بيبقى مفرول، محتاج حاجه تمسكه. لو مش هنقدر نستخدم البيض، هنستخدم ايه؟ هنستخدم دقيق الحمص. خليني نحط مثلا البرجر النباتي ده ممكن في الكبه كده، نحط له شويه بصل، بنضرب العدس الاسود مع شويه الحقيقه اللي احنا عايزينه، البصل والثوم والكمون والكزبره، يعني كمون طبعا لان العدس دايما بيبقى لطيف مع الكمون، كمون وكزبره وملح وفلفل وشطه وبهارات لحمه، وكان بنعمل برجر. جوزة الطيب يعني، والكبابه وكل الحاجات اللي احنا عارفينها، وعلشان بنديله طعم حلو ممكن بنحط حبه جزر صغيرين، مش كتير قوي زي اللي نزلوا مني دول، بنحط حبه كرفس مثلا، بنحط اي حاجه من شانها ان هي تحلي البرجر ده، البرجر النباتي ده. بنحط فلفل مثلا، خليني بس اقصه كده اقطعه علشان الفلفل المشوي ده اضافه كمان دايما بتحلي اي حاجه تنضاف عليها. انا مبتديه اسمع الصوت. كل ده بنحطه، ممكن نحط شويه زيت لو احتاجنا هنزود من فوق. خليني قبل ما اخلص ده نشوف مع بعض السمك. حاسين بشكل القرمشه باين ازاي؟ شكل القرمشه ليها شكل اهو. لما بنعمله بدقيق، لما بنقليه بدقيق بس، الدقيق العادي بتاع القمح، ما بيطلعش كده ابدا. بصوا شكلها بيقول انها سمكه مقرمشه ولطيفه. طيب خلصنا استخدامه في السمك، نبعد دي بقى بعيد ونشوف. خلينا في البرجر اللي احنا بنعمله، هذا البرجر النباتي اللي دقيق الحمص فيه هياخد مكان، انا عايزه بس انضف دي، اللي دقيق الحمص فيه هياخد مكان البيض اللي هيلم الحاجه على بعضها. كده بقى عندنا عجينة، نقدر نقول عجينة برجر. هنعمها ثانية كمان، ما ينفعش حتى لو ما بديش مقادير، ما ينفعش اني اعمل حاجة من غير ما احط ملح، فلازم احط ملح، ولازم اديله البيض بتاعنا، البيض النباتي. اخر حاجة ننعمه ونبتدي نشكله برجر. كده عندنا برجر نباتي، هنضطر بس نديله شكل القرص. طبعا في ممكن نفرده ونعمله قد بعضه ويبقى مزوق، وممكن نعمله على السريع كده خالص، بس لازم نسنده شويه في التلاجة علشان ده هيحتاج شويه دقيق تاني. خليني انزله في بوله. بصوا هتشوفوا برضو ازاي هنمسكه بالدقيق، دقيق الحمص طبعا،
لغايه ما نلاقي قوامه بقى شبه قوام اللحمه المفرومه. ماسك نفسه اللحمه المفرومه هياخد اكتر. لما بنعمل الطريقه دي لازم حاجتين، لازم تقعد مده علشان كل ما بتقعد حبه الحمص الدقيق بيمص الميه وبيشرب الميه وبينفش وبيمسك بيبقى عجينه شويه، فمش هينفع ناخده مثلا كده على النار على طول، ولازم نسيبه يبرد في التلاجة علشان شكله يمسك مع نفسه حلو. احنا مثلا هنا احنا ممكن نعمل برجر في الحلقة دي. كده احنا عندنا قرص برجر. زي ما اتفقنا هناخده على طبق على التلاجة. المرحلة دي مهمة جدا، لازم يقعد يمسك نفسه شوية والحمص يشرب قبل ما نقليه. دلوقتي هنبتدي بعد الفاصل، احنا هنطلع فاصل وهنعمل الطاسة دي بنسخنها علشان هنعمل لحمة، ستيك لحمة، وستيك لحمة يعني سيربرايزنجلي هنستخدم فيه دي حمص الشام. هنشوف ده بعد الفاصل ان شاء الله. مكملين مع دقيق حمص الشام. احنا عملنا بيه حاجات كتير، عملنا بيه برجر، عملنا تخنا بيه اي شوربه، اي شوربه عندنا في البيت، اي حاجه عايزين نتخنها، دي تدخينه سريعه وامنه جدا. هنعمل بيه ايه تاني؟ هنحطه في حاجه مفاجاه شويه، اللحمه. اللحمه اللي بنشويها يعني اللي هو بتتشوي في الصينيه اللي هي بان، يعني بان سيرت كده، لما بنحط عليها اولا قطعيه اللحمه الحلوه قوي، لما تبقى قطعيه لحمه نظيفه نظيفه ومجزر يعني محترم، ولا حاجه غير ملح وفلفل بس بس بس، لا اكتر ولا اقل. وده اللي احنا هنعمله هنا اهو، ملح وفلفل. ممكن بقى نعمل ايه غير الملح والفلفل؟ الدقيق ده هنعمل ايه بدقيق حمص الشام في اللحمه؟ هيديها قرمشه لذيذه جدا، هيبقى معانا طعم اللحمه. اللحمه عمرها ما بتقرمش، احنا بالعكس احنا عايزين اللحمه مويست، بنقول خليها ميديوم، خليها مش مستويه قوي، خليها من جوه مش متفله، ناشفه، طريه سوري. فده معناه ان هي عمرها ما هتبقى مقرمشه. طيب ايه الفكره في ان احنا ناكل لحمه من جوه طريه ومن بره مقرمشه؟ مش ممكن نعمل كده غير بدقيق حمص الشام كده، او يعني ممكن في طرق تانيه، لكن ممكن اهي حته اللحمه متبله، طبعا دي انتركوت عظيمه متبلة بس بملح وفلفل، معدية على دقيق الحمص، وواخدة تشويحة خفيفة في الطاسة. الصوت اللي بنحبه نسمعه مع اللحمة، بس هو الزيت هنا سخن، الطاسة سخنة. لحمه دي مش متحمره، دي احنا حاطين زيت بس اللي الدقيق ما يلزقش، دي زي ما بنشويها بس بنقطه زيت. يبقى احنا كده كمان عملنا بيه اللحمه. طيب ايه تاني ممكن نعمل بيه؟ نعمله ببواقي دقيق حمص الشام اللي عندنا، وعلى شرط لما بقول نعمله انه هيطلع احلى من الوصفه التقليديه، والا مش هقول الفكره، يعني مش هحط حاجه انا حاسه ان التقليدي فيها احلى. الأول بس أخد بالي من الستيك ده. طيب مين ما بيحبش الأرنبيط المقلي أو أي خضار مقلي؟ بس خلينا في الأرنبيط، هو اللي مصر من عشاق، يعني المصريين من عشاق الأرنبيط المقلي. وصفته مفيش أي حد محتاج يسمعها، كل واحد هيحطها على كيفه. إحنا هنا هنحط بدل الدقيق العادي، إحنا بنحط دقيق ومية وبيض، هنحط البيض. البيض طبعا بيساعد على القرمشه، دقيق حمص الشام حاجه بتقرمش لوحدها،
يعني حاجة اوريدي فيها قرمشة عن الدقيق العادي زي ما اتفقنا. طبعا كلنا شاطرين قوي في تتبيل النقيطة دي بتاعت النهاردة، انا مش عارفة مالي في النقيطة بتاعت القرنبيط. كلنا شاطرين قوي فيها، وبنعرف نحط الكزبرة الخضراء او البقدونس، ونحط البيض، ونحط الكمون، ونحط الشطة، ونحط الملح والثوم، ونكتر التومة شوية لو عايزين، والفلفل، وكل حاجة. كلنا بنعمل القرنبيط المقلي ده، او كلنا بنحب القرنبيط المقلي ده، بس جربوه بقى بدقيق حمص الشام، هتلاقوه حاجة تانية خالص. اللحمة دي انا مطمنة لها كده كفاية عليها. عايزة ده اخففه شوية ليه؟ لان لما بيكون الدقيق خفيف بيبقى يعني لما بيكون النقيطة مش تخينة قوي بتقرمش احسن. طيب هنا الزيت اعتقد جاهز لاستقبال القرنبيط. انا بس هصغر قطع القرنبيط اللي عندي دي، نقسمها على اتنين. بحب قوي القرنبيط ما اعملهوش بالسكينة، بحب قوي اسيبه يطلع وردة، فاعمله بس اديله سكة كده واكمله بايديا. نشوف بقى، انا بحب الاكله دي قوي، عمري ما بعملها بس بحبها قوي. بستنى لما اكلها بره، اكلها في حته جاهزه، محل فول وطعميه مثلا ولا حاجه. مش هعمل كتير طبعا، احنا مجرد استعراض سريع للافكار الكتيره قوي اللي ممكن تتعمل بالدقيق بتاع الحمص. طيب عملنا كده القرنبيط، عملنا الشوربه، عملنا اللحمه، عملنا البرجر، عملنا السمكه، عملنا افكار كتير. طيب نقول بسرعه فكره تاني، البيتزا. البيتزا لما بناكلها من بره بيبقى قعرها مقرمش وفي حاجه، بيبقى عاده بيبقى دقيق الذره الاصفر الخشن اللي هي بيسموها كورن ميل، او لو في البيت دقيق حمص شام، لما ارش الصينيه اللي هدخل عليها البيتزا تتخبز ادي رشه كده على الصينيه بدقيق حمص الشام ده، وانزل عليها عجينه البيتزا وادخلها الفرن، هتطلع من تحت مقرمشه وشبه بتاعت بره بالظبط. حاجات كتير قوي، الحلويات الهنود مثلا بيستخدموه بالظبط زي ما احنا بنستخدم دقيق او السميد، لان هو خشن زي السميد، زي ما احنا بنستخدم البسبوسه، بس هم بيعملوها بطريقه تانية. بيجيبوا الدقيق ده يدوله سمنه كتير، يعجنوه زي ما يعني يعجنوا الدقيق حمص الشام اهو، يعجنوه على النار، يحمصوه الاول يحطوه من غير حاجه كده لغايه ما لونه يبتدي يصفر يغمق شويه، وبعدين ينزلوا بقى سمنه ويعجنوا سمنه ويعجنوا سمنه ويعجنوا لغايه ما يبقى ناعم كده زي الغريبه، يتكور ويروحوا بقى يرشوا عليه لوز واللازي منه وياكلوه. فنوع حلويات دسم قوي بس حلو. حاجات كتيره قوي ممكن نعملها بدقيق حمص الشام. اللي حابب يعرف حاجات اكتر عنه او يطلع حاجات اكتر، اللي بيحب يدخل على النت ويشوف حاجات جديده، اسمه جاربانزو بينز فلاور او تشيك بيز فلاور او بيسان، ده الاسم الهندي بتاعه، او ليه اسمين ثلاثة تانيين. المهم حاجات لا تنتهي ممكن نعملها بدقيق حمص الشام. انا هطلع دي اشوفها شكلها عامل ازاي، وهسلم عليكم وهشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. الله، بصوا لونها، عمر الدقيق العادي بتاع عمرها بتطلع ذهبي وتجنن، وشكلها مقرمش فظيعة، حلوة جدا. هشوفكم بقى في حلقة جديدة ان شاء الله مع موضوع جديد وأفكار جديدة، وأشوفكم على خير. باي باي.
Thank you.